جديدة من برنامج أوتونام. بهي المرة رجعنا لنحكي عن سيارات عائلية بتخدم احتياجات الأسرة، Infiniti QX80. هي السيارة اللي حافظت على شكل السيارة الإصدار السابق العام 2019 مع إضافة بعض التعديلات. الواجهة الأمامية ظلت واجهة ضخمة، فتحات التكي ممتدة على مساحات واسعة، مع إضافات من الكروم أضافت مزيد من الفخامة للسيارة. هنلاحظ أنه السيارة فيها إشارة ترحيبية، أول ما توصل للسيارة هتلاقي إشارة Infiniti مضاءة على الأرض، وهي نوع من الترحيب بالسيارة. جانبي السيارة على اليمين واليسار في فتحات للتهوية ممتدة بشكل سهم، هذا السهم عطيها هيك شكل انسيابي للأمام. حجم الرنكات ب 22 بوصة، وهو حجم كبير عم يعطي طابع الضخامي لهي السيارة. وعلى الرغم من انه هي السيارة كتير ضخمة وكبيرة وبتصلح للصحراء، فهي سيارة كمان للقيادة داخل المدن، بتلائم كل الاحتياجات العائلية. السيارة سعت 5.6 لترات 8 سلندر. ما اختلفت السيارة بإنفينيتي هذا الإصدار المحدود اللي هو ليميتد، ما اختلف عن 2019 كتير، حافظت على مظهر السيارة الخلفي، إضافة جزء من المعدن في خلفية السيارة. أسفل الصندوق حنلاقي QX80 وشعار ليميتد على خلف السيارة، والإضاءة المحفورة وممتدة لداخل لاتجاه الأمام. حجم الصندوق حجم كبير، يتسع لمساحات كبيرة، خاصة إذا أغلقنا الصف الثالث من المقاعد وحولنا المساحة الخلفية لمساحة تخزين. كمان فينا نسكر الصف الثاني ونحول كل السيارة لمساحة تخزين كبيرة. بالإضافة لأنه في إضافات من المعدن أعلى في سقف السيارة، ويمكن هيدي المساحة من الحديد ممكن استخدامها لتربيط أشياء على السيارة إذا كنا بنحمل شيء خفيف على ظهر السيارة. هي بلون كمان جاي لون الكروم، منسجم مع لون المسكات جانب السيارة وفتحات التهوية لحتى أعطيه طابع منسجم بكل السيارة. Infiniti QX80 من الداخل، خليكن معنا لحتى نتعرف على التفاصيل. QX80 من الداخل هي هوية Infiniti الداخلية، ما تغير عليها شيء باستثناء بعض التعديلات، مثلا الخشب اللي هو لونه رمادي اللي بيجي مات اللامع الأقرب للون الفضي، عطيها نوع من الفخامة الإضافية. الساعة الموجودة بالنص هي موجودة. شاشة الملاحة والترفيه شاشة حجمها صغير، جاي محفورة بقلب المقدمة الأمامية، مش بارزة للخلف بس هي مريح التعامل معها. ناقل الحركة بثمان سرعات، قرص الدوار لتحديد وضعية القيادة. السيارة دفع رباعي، عجلة القيادة مثل ما هي بكل سيارات Infiniti، مكسوي بالجلد مع تطريزات تشبه اللون المستخدم بالسيارة. هي السيارة لون الجلد مدمج بين اللون الأسود والبيج الفاتح، بالإضافة لأنه منضاف داخل المقاعد نوع من المخمل، فهي جاي مزج لأكثر من قماش، عطيها نوع من الفخامة والأناقة. حاملة الأكواب تتغطى بنفس نوع الخشب اللي هو بالمقدمة الأمامية. للأسف السيارة ما فيها شاحن لاسلكي، فيها شاحن سلكي بس. المقاعد كهربائية ممكن التحكم فيها، تقديمها وترجيعها وتضبيط القيادة، تدفئتها وتبريدها كهربائيا. المقعد الخلفي مقعد متسع بيتسع لثلاث ركاب، المقعد الثالث كمان بيتسع لركبين وبيكون مريح جدا. في نقطة جاوزتها Infiniti بهي السيارة، حولت مراية الوسط لكاميرا، خاصة إذا كانت السيارة ملانة ركاب فممكن تكون معدومة الرؤية للخلف، فهي بتتحول هيدي المراية الأمامية لكاميرا كاشفة بمقدار 360 درجة على الطريق، فنحن بكل الأوقات فينا نشوف بسلاسة كل الأجسام، كل السيارات اللي عم تتحرك حدنا يمين ويسار وبالخلف وبالأمام. مزودة الكاميرات جانبية للتنبيه للنقطة العمياء وتخفيف من الحوادث على الطريق. نظام التكييف الأمامي والخلفي نظام منفصل عن بعضه، ممكن يكون درجة التكييف المقعد الخلفي غير درجة التكييف المقعد الأمامي. سقف مطلوب المخمل الأسود، فتحة السقف فتحة عادية. كل أنواع الإضاءة بالسيارة هي LED. السيارة بتناسب الصحراء وبتناسب القيادة داخل المدن، بتتميز بثبات على الطريق وعزل تام للهواء، بتخليك تحسي بأنه الوقت عم يمضي بسرعة أثناء القيادة وبراحة تامة. ليش ممكن تكون هي سيارة عائلية؟ لأنها حجمها كبير، مريحة على الطريق، خيارات الأمان فيها عالي. سيئة وحيدة إنها هي مصروفة عالي. طبعا لما عم نحكي عن سيارة 8 سلندر فأكيد حيكون حجم استهلاكها للوقود هو حجم عالي مقارنة بباقي السيارات. هيدي كانت لمحة مختصرة عن السيارة من الداخل، نتمنى انه تكون السيارة عجبتكم. لهون بنوصل لنهاية حلقة اليوم من برنامج أوتونام، نتمنى انه تكون عطيناكم كثير من التفاصيل عن هاي السيارة
وانطرونا بحلقات جديدة وخبرونا بالتعليقات عن السيارات اللي بتحبوا تعرفوا عنها.